sur le Montmartre. في حاجة يا شاويش؟ خلقتك مش عجباني ابدا. عندك حق يا فندم، انا نفسي خلقتي مش عجباني، انما المسألة مش بالشكل، اذا كان على الشكل. عسكري! حاضر. انت ما خدمتش معايا قبل كده؟ لا يا فندم، من اول يوم ليا على المركب. ما خدمتش معايا في الجيش؟ لا يا فندم، ده اخويا. لازم خدمت معايا في البوليس. لا ده اخويا التاني حاكم، احنا اربع توائل. لسه فيه رابع؟ في الطيران يا فندم. الله يخرب بيت. بيتي يا فندم، بيتي. خطوة الخلف مرش. مستجدين صفا، مستجدين. ايه انت؟ الطابور الاولاني بعد خمس دقايق، اول ما تسمعوا النوبة تجمعوا هنا على طول، ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس. برطوس يعني ايه؟ لست ادري. بيقول لك ايه يا عسكري؟ انه يريد ان يعرف معنى كلمة برطوس. البرطوس هو عنبر العساكر، مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرطوس. مستجدين صفا، مستجدين انبا، مخالي شل. انت مش سامع يا عسكري؟ مخالي شل يا عسكري. هو بعينه بغباوته وشكله العكر يا عسكري، مخالي شل. يا جماعة اللي اسمه مخالي يرد احسن، ده راجل شراني وانا عارفه. يا عسكري غبي وما بتفهمش وسكتنا، كمان اطرش ما بتسمعش. مخالي شل. يا فندم حضرتك غلطان، انا اسمي رجب مش مخالي. هو بعينه بلمطته بغلبته. يا عسكري مخالي يعني جمع نخلة. شيل النخلة. حاضر يا فندم. اليمين دور. انصرف. مش ممكن يكون في أربعة منهم، أنا ما اديش عقلي لغيري أبدا أبدا. طعم هنبا على اليمين حتة كما كنت، على اليمين حتة كما كنت، على اليمين حتة كما كنت، كما كنت يا عسكري. بص قدامك يا عسكري رجب، اقعد رقبتك يا عسكري. اصلها ترجنت يا فندم. متشكر قوي يا شاويش عطيه، ربنا ما يحرمك مني. اخلص حتي كما كنت. ما بتعدش يا عسكري، لسانك مزنجر زي رقبتك. غلطان يا فندم. اخلص عيب بقى كما كنت. استنى نمرتك يا عسكري. حمزة يا عسكري عد لدورك. حمزة دلوقتي كل واحد عرف نمرته، وزي ما فهمتكم قبل كده كل نمرة لها عمل على المدفع. اول ما تسمع الندى طقم مدفع عد، كل واحد يقول نمرته وعمله على المدفع. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اخلص طقم المدفع عد. ما بتعدش ليه يا عسكري؟ هو انا لحقت يا فندم؟ هنا كل شيء بسرعه، الحركه بسرعه والعمل بسرعه والندى بسرعه. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. كمان مره. اخلص طقم المدفع عد. بروروم، شغلتك على المدفع بروروم. ما هو يا شاويش عطية اصلي للحكاية. اخلص. انت نمرتك كام يا عسكري؟ اربعة. واربعة دي شغلتها ايه على المدفع؟ فلايس الباس هاي خلفات بلاس تلبدك هاي هبنا هبلا حسلفة. اخلص. دي شغلتك على المدفع؟ لا يا فندم لسه. هاي فحلها هاي سابو كراتا بسو سلطة. اخلص عسكري راجع. مرة تانية هتعمل الحركات دي هدخلك المكتب محبوس. سامع؟ سامع يا فندم. انما المرة دي هكتفي انك انت تدهن المدخنة ابويا. الغي غير هدومك يلا. حاضر حاضر. طقم مدفع عد. احس
اشتغل وانت سارح يا عسكري. الله يقرفك. شوف عملك توديك في ده يا يلا. حاضر يا فندم. اركب انا هفرقك يا طور. سامحوا النبي يا شويش عطية. لم ممكن أسمحه أبدا. يا شويش أنت تعرف أنني لا أحب إلا الحق ولا أقول غير الحق. رجب لم يتخلص نهائيا من ركوب الهواء، وعندما سمع الصفارة نط وفط وقفز وحدثت الفاجعة التي لطخت وجهكم الكريم. يا جدع انا ما بفهمش كلامك، اسكت انت. يا لك من شنقيط. شنقيط؟ شنقيط يعني يا منير؟ ايوه شنقيط. قصده يقول لك يعني ان الجردل وقع منه غصب عنه. غصب عنه بكيف، واسمه اهمال، والاهمال في العسكريه يضيع ارواح ولا بد من جزاته. اغفر له يا شويش، لقد حصل اليوم على تصريح كي يتاهل. يتاهل؟ يتاهل يعني خد اجازه عشان يتجوز. يتجوز؟ طب ما دام هيتجوز مفيش داعي للجزاء. تعجبك؟ كل من ناحيتك يعجبني، الحلو عمره ما يجيب حاجه وحشه. انا اديت الرسم لسايب ارملي في شارع شريف، خدت صوره من مجله فرنجي. رخره ضيعها يرد الروم. كله عشان خاطر ناديه. يا فين عشان نقدموا لها الشبكه؟ روح عند ناديه يا معلم. همة يا معلم. أنا جاهزة وجاية معاك. الأمر صاحب الأمر يا بنتي.